شو صار من جديد بين فراس وراند؟ وشو آخر أخبار دراما الطلاق؟ كل هذا وأكتر رح تعرفوا بهذا الفيديو، بس تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اختارت نسيت ورد، كان الفيديو الآخر لأنه في مفاجأة. شفنا قبل فترة الدراما اللي اشتعلت بين فراس أبو شعر وزوجته رند حبي بعد طلاقهم، واللي أعلنوا عنه بكل هدوء وأدب على حساباتهم بالسوشيال ميديا. فعشان نفهم الموضوع وشو صار جديد، لازم أذكركم باللي صار قبل. شو طريقتي المفضلة لحتى أقضي وقت كمتزوجين؟ نقعد لحالنا وناكل ونتفرج على موفي، يكون مكان بعيد عن كل العالم. فالإشي بدا من لما نزل فراس هذا الستوري على حسابه بإنستغرام وقال إنه انفصل عن زوجته ران. كلنا لا نملك النصيب ولكن نملك القرار. أعلن انفصالي بشكل رسمي وتام عن السيدة راند، ويرجى احترام الخصوصية، وشكرا لكل من اتصل أو استفسر. ليس كل طلاق نقمة، بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق. وراند كمان نشرت عن الانفصال وكتبت: قدر الله وما شاء فعل، أعلن انفصالي وطلاقي عن فراس أبو شعر مع كامل احترامي له، الحمد لله على أقدار الرحمن. وهنا مواقع التواصل ولعت بهذا الخبر، خاصة أن المتابعين كانوا شايفينهم زي السمنة على العسل، يعني ما كان في أي مشاكل قبل هيك، بالعكس كانت علاقتهم علاقة حلوة، وهذا الإشي كانوا ببينوه على مواقع التواصل. حسيت أنه هو حس وأنا حسيت أنه هي حسيت. حسينا. انا بعدت اول فحكيت على انستغرام وهيك، ويومين لقيت اللات، فانا ما راح لفدور وطول الموضوع، انا جاي شيء جدي، فخلينا نحكي شوي مع بعض. ومن بعد الاعلان عن الطلاق بدأت التحليلات، ففي ناس صارت تقول انه الطلاق اجى من طرف راند لانها اختصرت كتير كلام في الستوري اللي نزلته، بس هذا التحليل طلع مش صحيح، لانه بعد يوم من نشر ستوريات الطلاق نشرت عائلة فراس ستوريات كلها بتحمل مضمون واحد واللي هو الخيانة. يعني أخته لين اقتبست هاي المقولة وكتبت: كلهم عشاق أو مظلومين، هذا لا يعقل، أليس فيكم خائن شجاع يكتب عن خيانته؟ وكمان زياد نشر هذا المقطع المقتبس من كلام الدكتور محمد راتب النابلسي: إذا وجدت خيانتك أو كذبا فاحكم يقينا أن الذي خان ليس مسبنا. لا تجتمع مع الإيمان أبدا، لا يجتمع لا كذب ولا خيانة مع الإيمان، فلذلك مشكلة العالم في الكثير. أما كريم ديب فكتب: إذا كان خصمك رخيص لا تحاربه، لعل من يتظاهر بالملائكية يكون هو الشيطان الرجيم. فبعد ما انتشرت هاي الستوريات، المتابعين ربطوا الموضوع بانفصال فراس وراند، وصار عندهم انطباع أنه الكلام كله موجه لراند، واللي نشرت رد على كل هاي الستوريات وكتبت فيه: إن الله يمهل ولا يهمل. وبعدها هديت الأمور وما حد نشر أي حاجة، لكن قبل كم يوم رجعت القصة وانتشرت من جديد، لأنه دخل عليها مستجدات جديدة، خاصة لما نشر فراس مجموعة من الستوريات على حسابه والإنستغرام، وهاي الستوريات كانت كفيلة إنها تكشف الجانب المظلم في خبر الانفصال. في البداية نشر فراس عن خبر توقيف بعض صناع المحتوى للتحقيق في سوريا بتهمة نشر الفساد الأخلاقي، وكمل الستوري وحكى إنه بعض الأحيان بيكون الفساد نابع من داخل الشخص نفسه ومش بالضروري يكون من تأثير السوشيال ميديا. وقال هذا الإشي بيشبه قصة سمعها قبل فترة، وكتب: القصة اللي سمعتها إنه زوجها خانت زوجها مع حبيبها السابق خلال سفرها وبكل فجور ولمدة طويلة، وإنه عيلتها عارفة بهذا الأمر، وإنه والدها حكى لزوجها اللي صار عادي وما تكبر الأمور. وكتب كمان إنه صديقه نصحه ما تغر الأشكال الملائكية لأنه في شياطين جواتها. وكمل استورياته وكتب: تأثير السوشيال ميديا قد ما أثر تأثير سلبي مش مهم مدام الأساس أخلاقي وصح وتربية حسنة. وقال إنه الأجيال عم تفسد أكتر طول ما أهليهم مش قادرين يربوهم. وبآخر ستوري كتب: ابحثوا عن أولاد الأصل والذرة الأخلاقية للعيلة، ولا تلوموا أي عامل خارجي، وجيبوا أولاد إذا كان عندكم مقدرة تربوهم صح، مشان ما تبلوا شخص نظيف بتربيتكم الضعيفة. وبعد هاي الستوريات اتفجرت القصة من جديد، لأنه تالي أخت فراس اللي كانت قريبة جدا من ران اختار فيتي، نشرت ستوري عن احد المسلسلات اللي بتحكي قصته عن خيانة الزوجة، وكتبت بنفس الستوري: بتقولوا هاي القصص بتصير بالواقع او بتسمعوها من بعيد؟ انا بقول بتصير، صدقوني لانه حصل. من بعد هاي الستوريات المتابعين على طول ربطوا هذا الكلام كله براند، خاصة إنها نشرت ستوري كتبت فيه: ربي إني تركتهم ليوم لا يضيع فيه حق، الحمد لله على القوة اللي عطيني إياها رب العالمين لحتى أبقى ساكتة، لأني بعرف رب العالمين جل جلاله وبحمد ربي على تربية عيلتي. فهنا المتابعين فاعوا على فراس وصاروا يهاجموا فيه، لأنه ما في اثنين بيختلفوا على إنه بقصد طليقته، والكل قال له هذا كلام ما بيجوز حرام، وحتى لو كان الكلام فيه منه ما بيجوز إنك تنشر هذا الإشي للناس.
الناس، وفي النهاية هي البنت كانت زوجتك في يوم من الأيام. طالما أنه هذه الخيانة اللي بين قوسين نسميها المعصية حتى تكون المصطلحات دقيقة، طالما حدثت بالسر فالأصل الستر. انتبهوا، هذه قاعدة مهمة. سواء الزوج أو الزوجة اللي ارتكب هذا الخطأ، طالما هي في السر فالأصل الستر. وبعد الهجوم اللي تعرض له فراس، نشر ستوري كتب فيه: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، اتمعنت برسائلكم لإنكم عيلتي التانية، وكلامكم صحيح عن الستر. حذفت قصة صديقي، يمكن صعب ينفهم شعور الشخص اللي انخدع. وبالكوكب الثاني، أتمنى للشخص اللي متحلي بالصبر والسكوت أن لا يتحلى، يتفضل يحكي أو التوقف عن محاولة كسب استعطاف الناس تحت عباءة الدين. وهي الجملة الأخيرة بتأكد 100% أنه بقص الطليق توران، وبرأيي اللي عمله فراس خطأ كبير، لأنه فعليا الكلمة صارت طالعة منه. يعني هو كشف المستور وفضح البنت اللي كانت بيوم من الأيام مرته وعرضه، وما بيجوز ولا بيطلع له بأي حال من الأحوال يحكي عن أي حاجة عن البنت قدام الناس. فطالما صار الطلاق انتهت العلاقة وما في حق لطرف على التاني، وكل واحد صار حر بعدها بحياته. ومن الأدب والأخلاق والتربية الحسنة ما يجيب أي واحد سيرة التاني، وخصوصا إنه عندهم ملايين المتابعين، وأي كلمة منه أو منها محسوبة عليهم وراح تتفسر مليون تفسير. وهذا الكلام بيأكد اللي أنا بقوله، إنه السوشيال ميديا بتورجينا الجانب الإيجابي والمشرق من حياة أي مشهور، وما بتورجينا الجانب السلبي أو المظلم. فلهيك ما بدنا نخدع بأي إشي بنشوفه وننبهر فيه. شوفي شو صار. سميرة وأحمد تركوا. يا حبيبتي هدول شؤونهم، شو دخلنا بالعالم؟ بس مو غريب، تركوا صار لهم 10 سنين سوا. ليك اللي قاعد بدي، خليني أعرف شو صار. سبيكي سبيكي. طلعني مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي باع؟ مين القاسي والأناني؟ وصاروا يعملوا لهم تصاميم زي هذا التصميم اللي كاتبين عليه انفصلوا اكثر اثنين ما كان لازم ينفصلوا عن بعض. وبس والله هذا كل ما في الموضوع. انتوا شو رأيكم بهاي الدراما؟ اكتبوا لي بالتعليقات. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.